أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا هو كبلا ونيا آيات الله وبقول يخنتن يسدحاد أو سورة البقرة كمذا وأنا سوق قرني عشر كاني لحذن يسديداد أنه كده جنة سورة الله وهذا القرآن كمذا. إلهي سبحانه وتعالى وهو نغس ورهم أي عشر هذيني نغس وصعدي رسولين كسا وصن هير بني إسرائيل. أي إلهي سبحانه وتعالى نغس ورهم أي وعمرك عشر كين أيوب دم بإلهي ونغص ورمي نمنك إمارتي قوم جارود أهاي أو أي جميين قوم طارود وإلهي هو نصور الله سبحانه وتعالى داود أياد لي جارود نكلا له جري أياد لي إلهي مركز حوسي نبي داود ملكي وغرتو يدي إيا حكمدي ونبي نمدئه أيا لسيي إلهينا وحو بربري وهي أو دونا يو تاسو ما رب ذنا نبتي دونا ذنا إنه صامرنا حجم ذا مرك إلهي وحو نغص ورمي دت كمركاسي دت كحون دت كوناسن لو جهور جينا يو لو جدا فعايو ودت كأهل الكفر والمعاصي إلهي وجدا فعايو بعض الناس أو أهل الإيمان وضاع وعلى الدين يا مركز المشركين تما قالوا إن أرادوا كغالب نقدان وضدك مؤمنين تا إلايان ما لها خير كسيدة مسايدة إيا بلاد أي بابئيان وعكوا المفسد أولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض وعوي مؤمنين تا إله سبحانه وتعالى أبرارته أدو سنكد فعلهين كفارته إيا فجارته ee waxa weey arlada ayaa fasahaabi lahayday oo arlada iyo waxa ku sugan ayaa halaagi lahay asayee shee ilaahay subhanahu wa ta'ala muuminka kaafirka ayuu ka daafacaya ama muuminka kaafirka ayuu ku daafacaya qofka saaliha faajirka ku daafacaya asar jirta ayaana jirto ayaday inna allaha la yadfa'u bil muslimi saalih muslimka saaliha ilaahay wuxuu ku daafacaya an mi'atin min ahli bayti من جيرانه البلاء بقول او مركز اهل بيت كيسا ودرس كيسا يا بلايد لغا دافعايا مركزو اخريي نبو عليه الصلاة والسلام ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض مركز الهي سبحانه وتعالى هو نصور هاي آيادها اس او لغسو ورمي او آيادي هادا ينسو مري نيو قصص الهي سبحانه وتعالى نوغسو شاقي ولو حال اشارة هالي سورة مركز خبع عيدي إلى إنتان أيال إشارة يا ويا به مركز عجائب تايل وصومري إلهي آيدي سوي وده الله سبحانه وتعالى وأنا كوق صونينا وأنا كوشي نسيتك محمد كه حق نما يا أنا كوق صونينا أدونا وحاتك متى وده إلهي رسوش إلهي يولد دري
marka hadii rasuulka ilaahay uu dhaho innaka la min almursaliin ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala tilka taasuu dhe ilaahay alrusulu oo rususha ah waxa weeye ismu lishaarahan waxa u laabanayaa rusushi suuradda awelkeeda ilaa halkan lagu soo sheegay amase marka suruushi mar dhow haddana loo soo sheego kaleentood ayaa markaasaa lagu celinayaa marka hadda ishaaradana waxaa ilaahay uu ka cabiray bucdi ayuu ka cabiray waxaa taas markaasi ay keenaysaa zamanka oo ambiyada ayaa kala fog ayaa la leeyahay amase darajadooda sarraynta ay sarrayso ayaa loola jeedaa oo ilaahay agtiisa markaasi darajo sare inay ku leeyihiin ambiyadu tilka taasuu dhe ilaahay subxaanahu wa tacaala alrusulu oo rususha ah tilka taasuu dhe ilaahay subxaanahu wa tacaala mubtada weeye taasday alrusulu oo rususha ah fadalnaa waanu fadilnay khabarkii weeye bacdahum barkood calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadilnay rusushaan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga soo warramay oo suuraddana lagu soo sheegay rasuul walba ilaahay subxaanahu wa tacaala khawaas gooniya iyo fadaa'il oo gaara ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey taas waxay ka mid tahay siismada ilaahay inay aad iyo aad u fara badan tahay oysan meel aysan ku koobnaynin fadliga ilaahayna markaas inuu badan yahay oo wax soo koobi kara aysan jirin tilka taasuu dhe ilaahay subxaanahu wa tacaala alrusulu oo rusushaahuu dhe ilaahay fadalnaa waanu fadilnay waxbaa isdheeraysiina weeye bacdahum barkood calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadilnay oo waxa weeye sifo oo gaar ah ayaa mid walba la siiyey oo aan qeyrkiisa uusan lahayn maxayle ambiyada waa kala sifo duwan yihiin mucjisooyinkoodu waa kala duwan yihiin sidaad arkayso markaasuu ilaahay qaarna ugaga sheegayaa minhum waxaa ka mid ah udhe ilaahay rusushaas oo aanu kala fadlinno u alla leeyahay nin duul kallama allaahu ilaahay uu la warramay oo markaasi waxaa lagu fadlinaba kalaamkaas uu yahay minhum waxaa ka mid ah udhe ilaahay nin duul kallama allaahu alla uu la warramay sida hadda nabiyullaahi muusa ay loola jeedaa waxaan ku tegi doonaa haddii alla yidhaha mar dhow wa kallama allaahu muusa tagliima ilaahay baa la waray biqayri waasidatin weeye ayadoon malag u dhaxaynin waxyiga haddii alla yidhaha hadda ka hor aan soo marnay qaybihiisa waa ku tegi doonaa insha allahu tacaala suuratu shuura ah uuru siina ayaa lagu hadlay nabiyullaahi muusa laylatu lisra habeenkii markaasi uu dhulkaas uu ka soo socday falastiin uu masar kusoo laabanayay marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala minhum waxaa ka mid a rususha min duul kallama allaahu ilaahay uu la warramay bilaa waasida weeye haddana ilaahay wuxuu dhahay warafaca alla waa kor yeelay bacdahum barkood darajaatin darajooyin ayuu u kor yeelay warafaca alla waa kor yeelay bacdahum barkood darajaatin darajooyin ayuu u kor yeelay culimadu waxay yidhahdeen warafaca bacdahum darajaatin waxaa loola jeedaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam ambiyadii ilaahay oo dhan ayaa markaasaa laga fadilay oo laga kormariyey dacwadiisa oo caam ah nabinimada lagu khatimay ummaddiisa ummadaha kale ka fadli badan mucjisooyinka faraha badanle khasaa'ista oo maaragtay cadiidada ah wax la soo koobi kara maahan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeenna uu ku fadilay marka sidaas weeye marka alla wuxuu dhahay warafaca alla waa kor yeelay bacdahum barkood darajaatin darajooyin ayuu u kor yeelay darajooyin ayaa loo kor yeelay cumuumu da'wa makhluuqaadka dhammaantood ayaa nabigeenna loo diray calayhi salaatu wasalaam xataa jamaadaadka iyo malaa'igta iyo jinniga waa ku jiraana li inkastoo irsaalkooda farqi u dhexeeya xagga caqiidada markii la joogo marka hadda nabiyullaahi sulaymaan inuu jinniga xukumay way jirtaa laakiin waxa weeye asaga jinniga waxaa gacanta loogu geeyay xukmu saldanay aheedaa layidhi saldanow ku lahaay laakiin risaala ma ahaynaa layidhi laakiin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam jinni iyo insiba inay rumeeyaan oo irsaalu takliif ay ku tahay waajib weeye markaas inay rumeeyaan waa markaasi kulligood inay rumeeyaan ayaa waajiba
إرسال النبي لو صوت دير إرسال تكليف أيال إلى هذا مرك النبي وين النبي كما دم بيه رسالة رسالة كما دم بيه شريعة شريعة كما دم بيه ولدي سومو كما دم بيه عن كتب دون أمر رضي الله إلى هذا ومدي سمرك الله وكو رماي كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دي ليلة سورة سوسع تنغتي دونا تيادي ربنا إسرائيل لدى هيوا كسور نيس وردا نحيادة وأني فللتكم على العالمين ملك الداهي عالمين زمان هم إيه هذي زي من كوي ذاتك الجوغال لغوضي إيه مركز ماهن ومدوة بن ماهن هذا نبي عليه الصلاة والسلام جوز سوين كيسو وحل كوب كرماء سنهين خصائص وأقار هاجرة في الدنيا والآخرة أكمد حولك أو الأرورة هي مقام المحمودك هي وصيلة أي أكمد إلهي دعا وحودا وآتينا وحانو سينا عيسى نبي عيسى عيسى إذا ابن مريم عابد ميل كيد أهاي البينات آيات عد عد أيانو سينا وآتينا وحانو سينا عيسى نبي عيسى عيسى إذا ابن مريم عابد ميل كيد أهاي البينات آيات عد عد أيانو سينا سيدا مارت مودياش على صون ولايه قفك أجمعها وإن الله عن تلو أبو رئول بوكسيو برسك قفك قبوه إن الله مسح برسك وكبوكسنا أيو وهي أبا سأل السيو هذا دي ألي إذا لفتر كود أنو تيد وأنا سورة صوصع هذا نا إلهي يقول وأيدنا هو حان كحو جنا نبي عيسى بروح القدس ظهرنا أنت الروح هذه وأيدناه وحان كحو جنا الله سبحانه وتعالى بروح القدس والإلهي ظهر أنت الروح هذا وما يكون جبريل وي جبريل مركزي كان يسير معه حيث صار ما شو صعده ولا صعجر وي لقب الله وأبور كيسي لقب الله ما إلى أبور كيسي بيده أيو أهاي كعنتي سو أهاي سهدي الله إراد أنه تيدون سورة مريم روح القدس أيان كحو جنو الإله ولو شاء الله ألا هدو دوناي مقتتل الذين كو مد قال من من بعدهم رسوشا بعد بودا هذه من بعد ما انت كذبوا الالهي جاءتهم البينات ايدي عد عد يمادين امديه لغا سو ورمي او رسوشا لو سو دري وها دحمري دغال ايا دحمري اي ديغودا اني اسك داديان او اس ديلان او مركاس اس خلافان او هشي وايان لكن تاس وها وي وا الهي سبحانه وتعالى دونسي سوايا إنا استقالان هدين إلهي الدين لهين اسم الدقال لهين ولو قرروا إلهي شاء الله ألا أودونا هدي الناس جميعا وي ذاتك دمان توديني هنونان إلا العد هنوسن عد استقالة يسمها وحا استقالة وحا هنوسنين يوح هنوسن أو كالوي وهدي قيب هنوسن تاي قيبين هنوسنين قيبتان هنوسنين وهدي إلهي كاللوسن يهدي رسولك أيات دقالك كينيس مرك رسول الله ولو شاء الله ألا هدو دوناي وسن دونين وي معنى لو دان حرف امتناع الوجود ليلا ضدك دمان تود إني هنونان هدي ألا دون الله وسن دونين وي إله سبحانه وتعالى إني ضدك دان هنونان ما وسن قدري ومدى دمان تهدا هنونيسة وحي إلهي قدري ما هنون اسمه استقريس مقتتل الذين كو مدى قال ما نود إلهي من بعدهم رسول شاس كذا شوض أهذي من بعد ما انت كذبوا له الله جاءت البينات هذه عد عد يمارين ومعجزوين كل سي رسوش وخلاف السلافين يبركوت بركه كل انه باديه ولكن كل كذا يقول الهي اختلفوا والسلافين دين الهي او دون مشيئه الهي اي سو خلاف وركان وها وي اسسنا وي معناها الهي سبحانه وتعالى ايا اني اسخلافان اما اسخلاف دوي ما دغال با ايمان دغال كو كو دشاي سي سبا خلاف وي لبدو قلو اسخلاف سن ويس دغاليسا هدا مرك الهي هنين كود او سن دونين واي من مركاس اني اسخلافان مركي اسخلافان وحا دشاي اني دغالما وحا الى خلاف كو سيدي سبا هو كينيا دغال ايو كينيا عيد اسخلاف سن ويس كهر ايمانيسا ولكن كل كذا اختلافوا إسخلافين والإلهي فمنهم حاكم منه صدق الله من دول آمر الرمي و
وفي إيمان كيس قصو ناضي ومنهم وحا كلاو كمده الإلهي من دول كفر كفري سيد هذا النصارى وبعد المسيح كفرس فمنهم وحا كمده الإلهي الله سبحانه وتعالى من دول آمن الرميي وإيمان كيس قصو ناضي ومنهم وحا كمده من دول كفر كفري الإلهي ولو شاء الله ألا هدو دوناي تأكيد ويتي وروك له مقتتلو مدقال من الإلهي ولو شاء الله ألا هدو دونا يوسن دونينه مقتتلو مدقال من ولكن الله الله الإلهي يفعل وفعل يا ما يريد وحو دونا إلهي سبحانه وتعالى وفعال لما يريد الله سبحانه وتعالى ولكن الله الله يفعل وفعل يا هو إلهي سبحانه وتعالى ما يريد وحو دونا إلهي وحو دونا يوسمين من توفيق من شاء وخذلان من شاء قف كودون إلهي توفيق يا خير كوافجنا أي هداية قف كودون إلهي يهوجنا يا هنوكا يؤلن عمرنا يا مرك إلهي سبحانه وتعالى ويه أوضونا يا صعنايا يا أيها الذين دولك آمنوهم أيانو أنفقوا بحية والإلهي مما كي وحكا بحية رزقناكم أن يدنكو أرزغني من قبل أن يأتي انتو سن إماني هرتاذا يوم 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 كاسو لا بيع فرشو فيه سيد حديث إيسان هين ولا خلة وليتن ما إيسان هين ولا شفاعة شفاعة إيسان هين هذا إلهي سبحانه وتعالى وهو الدولس على مشيئة واللوي إلهي قفك ودونه هنونك يا خير كوا فجنيا قفك ودوننا إلهي سبحانه وتعالى وهو جنيا مركا ضدك وإلهي سبحانه وتعالى خيرك وافجي أي إلهي لخ ضابا يا وادتك مؤمنين تاهي مركا سودا يا الله يا أيها الذين دولك آمنوا ما ينو أوفقوا بحية ضدك مؤمنين تاهي نادي يا مركا ليسوا ييرو أما أمر با كدن بيني أما نهي يا كدن بيني وحكا لكما الدن بيني هدي بقى هاقا كسار على يا أيها الذين آمنوا وحا سويسا أمر با سويسا أما سنهي با سويسا لواس مات بسويسا أنفقوا بحية والإلهي مما كي وحكا بحية من تان تبعي لوي هديسة كل ولجيه إيه صدقات تطوع عاوة مما كي وحكا بحية والإلهي ألا رزقناكم أن يكون أرزقني وهذا مركز ويزي كذبا لير أمرك أمرك سبحانه نقول يا أمر الوجوب ونقول يا واجب ونقول يا سار من قبل أن يأتي أنت وصلني ما نهر تاذا يوم من يوم يوم كاسو الله بيع نور إلهي فرشو أما صلى الله بيع فيه ولا خلطة ولا شبع أمرك أسيل آخريو وعوي أمرك أسيل كردقو بدون أيضا أمرك أسيل وعوي لتنوينين يا بيع ولا خلطة ولا شفاعة لإلهي سيدا قيادة هذا آخرين يوم يوم معنى سيسك بدل ما يان شغل او معنى بدل ايما لا بيع نور الهي فرشو فيه سيد عيسى سنهين معنى انت قيامه عد سورك تاي مجرد والهي فرشو اوك اقبل ايو ولا خلة وذيت نما سنهين صاحب نمو او وحل سو تركرو ولا شفاعة شفاعة سنهين والهي اذن كيسه لأن تيسا إسنجرين لكن دي إلهي إذن شفاعة واجر إساس إذا حديث صحيحة صورت دي إلهي سبحانه وتعالى أدو من كيسا إنا شفاعان أو إذنه ويشفاعيان وأنبياء ذا شفاعيس ووحا شفاعي مركاسي رسوشا شفاعيس ووحا شفاعي ذاتك ممنين تاو صالحين تا لكن وحاوي إذن كإلهي وحا شرد يا مركاسي شافعة إيا مشفع إلهي نورهالك وذيه متك شفيعة متك لو شفيعة لبدا با إلهي إنو رالك إيها شردية يوم 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 كاسو لا بيع نود إلهي فرشو فيه سيد حيس إيسان هين ولا خلة وليت نمن إيسان هين ولا شفاعة شفاعة إيسان هين والكافرون إلهي كوا كافرين ته كفري إلهي كو كفري أما وحي لغو فرل يلا إيه ديدين لهدان فرل آلغ سوى ورمي هم الظالمون واكوا الظالمين هو الإلهي قالوا أن ظالم وي محايا لأمرك إلهي أيو حود جي ميلا محل كيسهين والكافرون والإلهي كوا كافرين تاهو هم الظالمون وظالمين وي الإلهي والكافرون كوا كافرين تاه وإلهي إيه رسوشي سكو كفري هم الظالمون مرك هذا كافر كو ظالم نوايهي كافر نوايهي
maxay la wuxuu kulmiyay kufr iyo dhulmi inta wada kulmiyay marka hada markii daalimiin la yiraado kaafiriin way yihiin markii kaafiriin la yiraado daalimiin way yihiin allahu alle la ilaha la macbuda bixaqin fil wujudi alxaq lagu caabudo koonka ma aan ilaah wa isaga mooye alxayu alla kii nool weeye oo daa'imulbaqaa oo waxa weeye markaasi weligiis xayaatadiisu abadiye ay tahay meelay kasoo bilaabatay aysan jirin meelay ku dhammaayaysan aysan jirin alqayuumu allihi qumid badan weeye ilaahay makhluuqiisa isagu u maamulaayo laa ta'khuduhu alla qaban mayso sinatun lulmoosho ama gamaanyo walaa nawmun hurdana qaban mayso lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo maa makhluuq fi lardi dhulka ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidanu ilaahay isaga leeyahay isaga ayaa milki isagaa abuura isaga doomukiisa yihiin ma waa ku mawla ilaahay daakan alladii kaasoo yashfacu shafiicaaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi alla idankiisa mooye ma jira weeye yaclamu alla waa ogyahoo caalim ayuu ku yahay maa bayna aydiihim khalqiga waxa hortooda iyo wamaa khalfahum wixii gadaashood ahaaday wii markaasi waxa weeye ma yaclamu alla waa ogsoon yahay maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday oo markaasi umuuri dunya ah iyo wamaa khalfahum maha gadaashooda umul aakhira xataa waa laysu cagsi karaa maa bayna aydiihim waxaa la dhihi karaa markaasi hortooda ahaadoo qiyaamadi ah ilaan dadku markay hadlayaan waxay leeyihiin qiyaamadiia hortayna ayay kuleeyihiin wamaa khalfahum iyagana saasoo kale weeye oo maaragtay qiyaama waa naga dambaysaa waa leeyihiin marka waxa weeye amru dunya waalaakhirati weeye walaa yuxiiduuna koobi maayaan khalqigu bishayin shay oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mid a cilmiga ilaahay ma koobi karaan khalqigu walaa yuxiiduuna ma koobayaan bishayin shay oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mid a laa yaclamuuna shay'a min macluumaati weeye ilaa bimaa shaa wixii alla uu doono mooye wixii alla isagu uu doono ou ayaga bara mooyaane oo rusushu ay u khabarto wasica waa waasac ahaaday kursiyuhu ilaahay kursigiisu assamaawaati samaawaadka ayuu waasac ahaaday iyo walarla arladowdha ilaahay walaa ya-uuduhu alla coslay maayo xifduhumaa samaawaatkii arlada xifdintoodu wahuwa alle alcaliyu allihii sarreeya weeye alcadiimu allihii weyn weeye bal hadda waxa weeye hadda aayaddatan waanu ku soo noqon doonaa haddii alla yidhaahdo waxaase lagu magacaabaa aayaddatan waxaa la yidhaahdaa aayatulkursiyaa la dhahaa aayatulkursi ayaa lagu magacaabaa sida laysku waafaqsan yahane waxa weeye afdalu aayi lqur'aani qur-aanka aayadiisa aayad aayad markii la yidhaahdo midda ugu fadliga badanna weeye maxaa yeelay towxiidka ku jira aayaddatan aayatulkursiga oo laga faa'iidaysanayo aayad laga faa'iidaysanayo ma jirto qur-aanku ma jirto markaasay culimmadu waxay yidhaahdeen anna shay'a yatasharafu bisharafi mawduucihi shaygu wuxuu ku sharafoobaa mawduuciisa sharaftiisa maxaa yeelay waxay kulmisay umahaatu lmasaa'il oo ku tusinaysa ilaahay subuutulkamaal inuu leeyahay oo ilaahay sifatulkamaal inuu ku sugnaatay ilaahay subxaana wa tacaala sifatulkamaal inuu u sugnaaday naqaa'is ilaahay subxaana wa tacaala laga anfiyo marka hadda aayadatan aayatulkursiga la yidhaahdo horta aayatulkursiga la dhahaa waxay iska leedahay fadlaa'il fara badan wax asara iyo wax axaadiisa oo saxiixa iyo waxyaabo badan ayaa maaragtaya ayaa ku jira marka hadda axaadiisoodu wax saxiixa iyo wax maaragtaya kayru saxiixaba waa leeyihiin iyo asar waa jirtaa marka uun waxbaan ka soo qaadan doonaa marka hadda fallaa'isha aayaddaanu iska leedahay waxa weeye qabla intaanan aayadda macnaheeda aan u gudagelin faa'iidada markaasi ay leedahay xagga markaasi tacaawiidaadka inay maaragtay wax weyn ay qayb ay ku leedahay oo waxyaabaha ilaahay lagu megan galo oo shayaadiinta ilaahay looga megan galo inay ka mid tahay axaadiis dhowra ayaanu ku soo qaadan doonaa maadaama markaasi waxa weeye in laga faa'iidaysa ay tahay marka hadda waxaanu soo qaadanaynaa xadiis imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey sanadkiisuna uu wanaagsan yahay xadiiskaas waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaah ubay ibnu kacab ayaa waxa uu dhahay anna annabiya sala allahu calayhi wasalama ubayga laftirkiisa weeye ubayaa waxa uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa iga su'aalay
أي آية في كتاب الله أعظم؟ آيات إلهي كتاب كيس كجرته آياتها إلهي كتاب كيس كجر دان إلهي آياتها إلهي كتاب كيس كجر مد أبوين مركا أبي وحان لا يوري الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيس كعلم له حتى أصحاب النبي لنا حتى شيء هدي أجي نبو سوي ديو إلهي رسول كيس أوي له جرين أدبت أي مركا سيقبان مركا نبو عليه الصلاة والسلام دور جير أي كعليي وقولها أي آية في كتاب الله أعظم مركو دور جير كعلي أيها الدنو حولاي هو يا مركاس حولاي مركنا كعلي اللي هو مركو رواء وجاي هرونا ومغلاه آية الكرسي ولا آية الكرسي مركاس نو حولاي ليهنك العلم أبا المنذر له علم أكو بجايه أكو فرحت جري أبا المنذر والذي نفس والذي نفسي بيده إن الله لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش علم وقو كفره قلو داي وحيابه وحالي سبدو عيه علم دا ايه اوفي عام حيال علمه وامدك مركز قفك وحكس ككورين ايه وامدك قفك وكشرة فوبا ايه وامدك اللي انتي سعدوح هاكرتاه ايه سنجري وان كون ارتوه رسولك عليه السلام الله النفتي ذو يدي سأيتهايه وهي إسكالة هاي آية الكرسي اللسان عرب يلا باب الشمود أي الله أو مارت يا الله بغرك أي كن سهيس عند ساق العرش عرش بلوبين كيس أكتيس حديث هذا حديث كان الشيخ بينه إمام أحمد مسند كيس وكوري عكرون سواق عدنينا حديث لقوري عبد الله ابن أبي ابن كعب هو أول هذا حديث كأمارة هذا نورنا ويد كيس هذا عبد الله مركه وحوش أن أباه أخبره أن كان له جرين فيه تمر وحوش هذا وحوش هذا عبد الله أبيه أبي ابن كعب أباه أياه وحوش كله إيش يقول أمارة يا جرين قاب ويمشى بدر كلا بجواه misiga dayta iyo day maaratay timir iyo dadkaas u badnaayeen meesha markaas badarka inday la soo aruuriyo la soo aruurinaayo lagu soo jamcinaayo si hada moordiga meelaha dhigo goob badarka la dhigo marka goobkaas oo beerku oo timirtu ay taal ayuu iska la hayray aabahay marka waxa uu dhahay waa uu imaajiri marka uu markaasi waa soo fiiri jiray meesha timirta u taalo oo goobkaas ayuu soo fiiri jiray markaas wuxuu arki jiray wari fawajada yanqusu waa weena markaas isagoo nuqsanayo timirta oo hoos u sii socota oo soo u sii socota waa uu markaas habeen ayaan waardiya ka qabta markaan waardiyi ka hayo fa idan huwa dabatun tushbihu alghulam almuhtalim markaas waxa arkay u dhahay daabad yar oo markaas uu shabaaday wiil oo markaas qaangaar u dhaw markaas wuxuu dhahay waan salaamay salaamti ayuu uga radiyay markaas waxa dhahay wiil u bay maxaa tahay ajniyun am insiyun adigu ma jinni baa tahay masa insiyata waxaaga sidaan u yaala markaas uu dhahay jinniyun jinniyan ah waxaa laga qaaday xadiiskaas insigu jinniga inuu arki karo هذه لا يلاهون كتبنا لعل أيام بيان الدوناه سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون مول إلهي جن وائد أركا يا ميل على إذنك أركينه تاسوحا ويا لغو ذا هاليري ضدك غالبين يسوي ضدك سيدا غالبك جن أيهم أركا لكن جن أصوه أركا لكن ضدك ضد غير الغالبة هو مركز خواسة أي جن أركا كرة سيدا حديثة صحيحة أي لغا قادنا يو ميلا كرة markaas uu dhahay anigu jinniyan ah markaas waxaan wuri naawilin yada ka gacantaada bal iidiib war gacantaada bal itus markaas falaana fanaawalani yad gacantiisu u tusi u dhah feeyan iyo yadu kalbin gacantiisu waa gacan eeyo kala waay ay lugtiisu horo kale gacan ayuu leeyahay u dhah wa sha'ru kalbin ay markaas tintiisna waa leeyahay markaas aan dhahay wuri ubay هكذا خلق الجن او سيده انو كلمه الجن هو ابورن يا فول حمدينا هان دا يور جن هو مسانه فول حيه ماركاسو دا يور
لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني ولا هذا هذا واحد هذا غير ساهل لكن جن وحيوجه كلو أنا جا أن مرت أكثر سنة هاي مد أنا جا إذا نب بدن أو إذا شرب بدن إذا قلب سنة وسنجري سيدس مركز وفر حية وكل نب بديه مركز سام وحان ده يوري فما حملك على ما صنعته وحان أتسمى يسمحك وحان باري أو وحوي تمرتان ماشي إيه تلاد مر والبعض قاعدنا يسون نقصاني سيدوا كسيدي مركز سوده بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصير من دعامك وهو لا يوري أنه وحان سوء قاري من كاغان أبيئه إن أتاينين صدقة جعل وحان مركة جعلاني إن أنه دعام كاغا وحكا قادنه ما دام من صدقة جعل أتاي أنه هنا وحكا عنه ضدك أهل صدقة حول هذا وحوي إنسك كريم معنه حديث كان الله قادنا جني ولفت كيس والحوك ليه وجني وحكا عنه مركز حوداي هو مركز فما الذي يجيرنا منكم ما دهيو وها أديك هذا جني تين أنك إنسي أنك كين كراي وامحاي ما إذن كاكرنا مركز صوت دهيو هذه الآية آية الكرسي وها أنك كين كري آية دان آية الكرسي كاواي سيناس مركز دهينيك واسكت جني كاي ثم قد دا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركز صوت يا عبد الله أبي وهو مركز أجر ما رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سوء أرنت أشياء مركز سوء نوحاو دهي صدق الخبيث يو دهي مت كان خبيث كهو جنجا الله إله واقرهن شيء مركز سوء ده حاكم أي كتاب كيس المستدرك كوريي حديث كهي مركز حديث الحاكمة هو مستدرك سوء نواجه له ساسو كلوي مركز هذا وهي إسكالات هاي آيات دانو أحاديث فربضان أسي شيء أحاديث لما يسترك هذا هي قريب هي آيات معنى هذا الدنبو عشر كان الدنباء ينقصوا قادنينا أسي شهادة عشر كان انتسوك إجهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.